اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد وسهريه سبورت. كما حكينا لكم من بكري عنا برشا مواضيع متعدده، فقرات القاره اللي تعودتوا عليها في سهريه سبورت، باش نحكيوا على دورات رمضانيه، عنا سؤال الحلقه. انا متعمده اني ما خليش مهند نجم يحكي اليوم، متعمده اني ما نقولوش مساء الخير. مساء الخير سونيا، ومساء الخير كل من يتابع فينا. وبصراحه انت كنتي متالقه في موضوع السحور يعني، لكن الغريب النجمات السهريه ما اخذوا السحور وسهريه سبورت ما حصلوا شيء. والله مشاهدينا الكرام عندنا مخرج وفنيين يعني نجموا يشهدوا انه الاستاذ مهند نجم مساكن جماعه السهريه العاديه دخل عليهم كليلهم السحور ابدا. خلي لهم شيء خبزه سمراء وكي وحاجه بسيطه قبل السحور. عموما تسمع حسين مهندس الصوت، فرح بيك فرح بيك. نرحبوا بك مشاهدينا ونرحبوا بكل من يتابع فيديو السهريه. حنبدا مع سؤال حلقتنا اليوم. سؤالنا: من وجهه نظرك من هو افضل لاعب عربي؟ احنا نعرفوا ان محمد صلاح، رياض محرز، حكيم زياش في السنوات الاخيره من افضل نسخ عربيه في العالم كله اجمع، لكن كفه تميل محمد صلاح لان قصه نجاح بشكل عام محمد صلاح. صح صح، اكيد مش نحكيه اكثر تفاصيل على سؤال الحلقه وتعليقاتكم اللي تفاعلتوا معاها بكثره، شكرا لكم مشاهدينا الكرام متابعي 218. نمشيو للدوريات الرمضانيه مهند ونرجع نحكي اكثر في الاستوديو. رمضانية بهون تحت شعار عام التسامح، هي تضم هذه التظاهرة حوالي 22 فريق مقسمة على 5 مجموعات، حوالي تضم 220 إلى 230 لاعب، قسمت على 5 مجموعات، يصعد الأول من كل مجموعة للدور الثاني، بالإضافة إلى 3 أحسن ثواني. تقام بعد تالي التصفيات للوصول للمباراة النهائية. هنا تقام التظاهرة تحت جو حميمي، لا وجود لمشاكل إلا مشاكل ظريفة، ونسأل الله التوفيق والسداد في هذه التظاهرة. زي ما شفتوا دوري نادي الإخاء بمشاركة 22 نادي، 10 لاعبين في دوري كرة القدم لكل فريق، بواقع 220 لاعب في دوري نادي الإخاء اللي اختتم في نهاية شهر رمضان. والمهرجان الرياضي بشكل عام في نادي الإخاء السنة هذه سونيا يضم مجموعة من الرياضات سواء كانت فردية أو جماعية، الكرة الطائرة، التنس الأرضي، تنس الطاولة، فجهد كبير من أهلنا في مدينة هون وبالتحديد في نادي الإخاء. صحيح مهند، 220 لاعب الدوري هذا يضم 220 لاعب، يعني لجنة التنظيم تعبت وتعبت برشا. نمشي مهند للدوري الرمضاني الهادي بوناجح وفي مدينة سرمان، ونعود للحديث عنها أكثر في الاستوديو. I'm not sure.
الدوري مشي على أحسن ما يرام، ونتمنى من جميع الشباب الدولة الليبية أن يتخذوا هذا الإجراء على أساس أن يكونوا في دوريات ممتازة اللي حتى تسود بناتهم المحبة والصداقة والأخوة وبعيدا عن التنازعات وكذا. والحمد لله يعني الدوري مشي بصفة ممتازة ولله الحمد والشكر يعني. هذا الدوري باسم المرحوم الناجح بابو هادي في مدرسة القناوية بصرمان، وكان هذا الدوري في قمة الأخلاق والروح الرياضية بين اللاعبين، وضم هذا الدوري مجموعتين من الأفريقة بعدد 8 أفريقة، كل 4 أفريقة في مجموعة. وهذه في مدينة سرمان، ربما اللي جلب انتباهي أكثر في الدوريات في المجمل في ليبيا أنهم ديما يكونوا تحت مسمى لاعب كبير أو أستاذ أو حد أعطاه للرياضة، أعطاه للمدينة جهد أو صح. فكر أو فهذا لمسة وفاء بصراحة من المنظمين واللجان اللي مشرفة على هذه الدوريات نحيوها. طبعا المباراة هذه اللي كانت بين النصر والهلال اللي هما الأندية هذوما مسمين النصر والأهلي مسمين على أسماء الأندية الممتازة، كانت وفاة بركلات الترجيح ما كانتش سهلة طبعا على الطرفين، وحماس منقطع نظير، رفعوا شعارات نبيلة وسامية نبذ العنف والتآخي والابتعاد عن التجربات السياسية، هذا هو عمق ربما وقلب الرياضة. طبعا الدوري زي ما قلت انت سونيا كفيتي وفيتي، يعني شارك فيه 8 فرق قسم على مجموعتين، وكان دوري سريع جدا، ختم في نص شهر رمضان بفوز الفريق المسمى باسم النصر على الفريق المسمى باسم الفريق الاهلي. عموما هذه كانت جولتنا في الدوريات الرمضانيه، شو رايك نمشي لفقره الاخبار الرياضيه؟ اول خبر، زي ما تعرفوا ان فريق الاتحاد يمثل في ليبيا في دوره الرمضان لكره القدم داخل الصالات، الفريق بكره عنده مباراه مهمه قدام هوليدي ان، مباراه الثالثه في المجموعه الخامسه. فريق الاتحاد اول مباراه في بطوله الرمضان فاز فيها على مركز تاهيل 4-1، المباراه الثانيه للاسف خسرها قدام مركز عبد الله فضاله. فريق الاتحاد مستعد لمواجهه الغد، وزي ما شفنا اللاعب رياض عثمان اللي تألق في مباراة نجوم الرضان ونجوم توتي، واستطاع أنه هو يبرز فيها ويتألق فيها ويكون ملك السوشيال ميديا. الآن إلى خبر آخر، وهو خبر اللاعب معتصم المصراتي اللي ارتبط اسمه بالانتقال لفريق الترجي التونسي. معتصم المصراتي هو لاعب في فيتوريا جيماريش البرتغالي، يعتبر من أبرز الأسماء في المنتخب الوطني وركيزة مهمة في المنتخب الوطني، وزي ما نعرف أن فريق الترجي يضم في صفوفه حمد الهوني، وكان في مفاوضات متقدمة مع أحمد بن علي، فبالتالي ممكن نشوفه ثنائية لحمد الهوني والمعتصم المصراتي الموسم القادم مع فريق الترجي. وفي أيضا كلام عن سند الهوني اللي أصبح مربوط بالانتقال بين فريقي الترجي التونسي وأيضا الأهلي المصري، وزي ما نعرف أن سند كلاعب محترف في فريق الوداد البيضاوي المغربي من الصعب استمراره في المرحلة الحالية، لأن فريق الوداد أتم صفقة في خط الدفاع وهو اللاعب المدافع الكونغولي كوليبالي لاعب مازيمبي والأهلي المصري سابقا، فبالتالي مغادرة سند الورفلي هي مسألة وقت. أنا دويت واجد سونيا
فمعتصم المصراتي ارتباطه بفريق الترجي ممكن تكون فكره كويسه، مع انه صعب يحصل مركز اساسي مع كوليبالي وفرانكون. هو المعتصم المصراتي عمره 23 سنه، اذا كان اخذته الترجي الرياضي التونسي باش يكون ربما او اكيد، انا اعتقد انه من الاكيد انه باش يكون زي معني حاجه في مصلحه الترجي الرياضي التونسي. هو في جيمريش ناديه كان متذيل الترتيب، فما يساعدوش انه يقعد في 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 ناديه. اليوم معناها سمعنا انه النصر السعودي اللي متحصل على الدوري السعودي كان كتب على صفحته انه يفكر زاده في المعتصم المصراتي. اعتقد انه اقرب من الترجي الرياضي التونسي، اليوم هو متواجد في تونس، وبصراحه صفقه ناجحه تكون للترجي لو يعزز صفوفه بلاعب يافع كما المصراتي. من اللاعبين الليبيين بالذات يطلعهم الدور الممتاز، مش اللي ولدوا خارج ليبيا، هم سنة أولى احتراف. يعني مثلا فكرة أن حمد الهوني مش أثقل نفسه في أوروبا، تعلم تقاليد الاحتراف زي ما نقوله، بعدين جاء للترجي فريق كبير في الوطن العربي يضمن له راتب كويس، يضمن له شو كويس على المستوى العربي وعلى المستوى الأفريقي باعتبار أنه فريق كبير. نفس الفكرة مع المعتصم المصراتي، تكون نقلة كبيرة له، بعدين مستقبلا ممكن يرجع لأوروبا من باب كبير، يعني يرجع في الدوري الإيطالي إسباني غيره. لكن احنا لازم نقتنعوا أن اللاعبين الليبيين اللي يطلعوا برا ليبيا يحسب لهم فكره انهم جازفوا ومشوا احترفوا برا، فخطوه الاحتراف تجي خطوه خطوه ستيب باي ستيب. انا اعتقد انه في 23 سنه المعتصم المصراتي ويحترف في تونس، الدوري القريب من الدوري الليبي، ويعامل معامله اللاعب المحلي بوابه. بصراحه ترجي الرياضي التونسي بطل افريقيا 3 مرات وسنه يلعب على النهائي، ومحليا معني هو متزعم الدوريات المحليه من الكؤوس والبطولات. فاعتقد انه باب كبير جدا للمعتصم المصراتي انه يرجع لاوروبا، مش من بوابه جيمريش او فريق صغير كما جيمريش البرتغالي، لكن من ما نعرفش الدوري الايطالي الدوري الفرنسي. احنا صح. في تونس العينين مفتوحه كثيرا جدا على الدوري التونسي من قبل الانديه الفرنسيه، واعتقد انه فرصه للمعتصم المصراتي انه يلقى باب احتراف. صح. وفرصه ايضا للترجي الرياضي التونسي انها تنتفع تستفيد بخبرات لاعب يافع وسط معناها من طراز رفيع في جيمريش كما المصري. طبعا طبعا نذكر ان سؤال حلقتنا اليوم كان من وجهه نظرك من هو افضل لاعب عربي حاليا. اغلب التعليقات سونيا تميل لصالح محمد صلاح، مع ان رحومك حيل قال ان زياش لاعب كبير ووعد فعلا زياش لاعب كبير. حماد الدرسي قال محمد صلاح، هويدا اس اك اس كي قالت محمد صلاح، همس الخواطر قالت قالت محمد صلاح، عبد المالك الطير قال محمد صلاح، أسماء موسى قالت طارق التايب، عبد الله الطير قال محمد صلاح ورياض محرز، أم محمد قالت محمد صلاح، عبد الله الطير قال أشرف الحكيمي، ما زعلش حد يعني. جوكار قال محمد صلاح. بصراحة أجري أنت بلك تصدف، أنا محمد صلاح. لا حتى أنا أول يمكن تعليق عندي محمد جومة الراشدي قال طارق التايب، حسين بن عروس قال أفضل لاعب في الوطن العربي هو محمد صلاح، أم ستولي قالت طارق التايب. طبعا مش يكونوا مالين للجوهرة الليبية طبعا، هذه بالعاطفة أشياء لا تأخذ بالمهارات. ولو أنه طارق التايب من طراز رفيع، رمزي مريحيل كان ممكن يمشي بعيد طبعا، لو كان في وقت غير الوقت. صح ممكن. صح. رمزي مريحيل قال محمد صلاح، الحياة حلوة محمد صلاح، جهاد المرغني قال محمد صلاح، عبد القيوم السويسي قال رياض محرز، فاطمة السمحة قالت أكيد طارق التايب، فروح القيس محمد صلاح، عبدو بوسيف قال محرز، يعني يقصد رياض محرز، وعبد السلام جلول رياض محرز، عبد ربو بنقور، هذا مهند منطقي شوي قال حاليا محمد صلاح وزمان طارق التايب. فمنطقية يعني، على الأقل أنه اعترف أنه حاليا محمد صلاح هو. معاذ بن درفو، صح فطوركم، صح فطورك يا معاذ، أكيد رياض محرز، عبد الحق بالحاجة علي، في الماضي طارق التايب، واليوم شكون يا عبد الحاج علي. غلا روحي قالت هلا وغلا عبير زميلتنا، هلا وغلا تسلم عليك عبير الصحة. غلا وغلا روح، صوت عبير أحلى، يا ريتك كملتي، قالت لك صوتك حلو وش تغني عبير. شو رايك ناخذ فاصل استوديو ونرد في نهايه الحلقه نكملوا اوكي احنا جولتنا على السوشيال ميديا نتاع القناه. فاصل قصير ما تبعدش.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام في سهرية سبورت، وما زلت عنا برشا أخبار. أخبارنا اللي باش نبداوها في عندك علم باش نجيكم من إسبانيا. عندك علم. زي ما شفتوا ان ريال مدريد السنه هذه نهى الموسم بفارق 19 نقطه عن برشلونه المتصدر لاول مره من موسم 2000-2001. ريال مدريد ينهي موسم الكروي برصيد 68 نقطه فقط، ولاول مره من حوالي 20 سنه من موسم 98-99 ريال مدريد ينهي موسمه ب 12 خساره في الدوري الاسباني. موسم مخيب ومحبط جدا لفريق متعودش على النكسات. خلينا نقول تعثر من تعثر الى تعثر مهند، موسم كارثي باتم معنى الكلمه، غير انه خرج بموسم ابيض، معناها ما رهنش على حتى لقب الليغا، لا كوبا ديري، لا كوب ولا دوري الابطال. هو متخصص في دوري الابطال واكثر وصاحب اكثر معنى الارقام القياسيه في هذا الدوري. كما قال مهند 12 هزيمة في الليغا، لكن جي نشوفوا في جميع المسابقات هذا الموسم نلقاو 18 خسارة لريال مدريد اللي بصراحة ما عودش جمهوره على هذا كم من الهزائم. أنشيلوتي قال موسم واحد في ريال مدريد فيه فوز بلقب واحد الدوري الإسباني وغيره يعتبر موسم فاشل جدا، وأنا خرجت بسبب الضغط في هذه النقطة تحديدا. لكن السنة دي نشوفوا ريال مدريد بثلاث مدربين بسولاري، لوبيتيجي، زيدان. فريق ما تحسنش طوال فترات الموسم، ممكن فترة معينة مع سولاري وخربتها خسارة برشلونة 5-1. الناس تقول أن بيريز يتحمل المسؤولية، الناس تقول أن خروج رونالدو أثر في الفريق، والمحصلة أن ريال مدريد سقط. نشوف إن شاء الله نشوف ريال مدريد في السنوات الجاية تصلح، لأن عودة ريال مدريد، بايرن، ميلان، الإنتر في صالح المشاهد وفي صالح الكرة العالمية، لما هما يقدموا مبتعدين عن كرة القدم اعتقد ان في حاجه ناقصه، يعني في صالح دوري الابطال. صح. خصوصا على خاطر احنا شفنا نسخه من دوري الابطال، ولانها نسخه مفاجئ. مشوقه جدا ومفاجئه جدا، لكن خروج ريال مدريد من دوري الابطال هذه السنه خللها شويه ربما ينقص طعم دوري الابطال. كما قلت مهند، بيريز ربما حملوه اكثر المراقبين واكثر من ناقدين كره القدم، حملوا بيريز ربما هذه السنه وهذا الموسم الكارثي اللي تعرضت له ريال مدريد. خروج رونالدو الذي لم يحسب له حساب، اللي هو الهداف التاريخي تاريخيا في النادي ريال مدريد، انه بما كيفاش يخرج لازم على الاقل تعوضوا. وكما كنا نحكيهم بكري مهند، خذلان اسماء كبيره خذلوه كما مودريتش اللي هو احسن لاعب في العالم وتحصل على الكره الذهبيه، جارث بيل اللي كان عنده دور كبير في دوري ابطال اوروبا. صح. الموسم اللي فات شفنا مفاجاه ايجابيه عكس مودريتش وجارث بيل، شفنا بنزيما بعد ما يعني نزل المستوى رجع وعمل الغرونس، يعني عمل نقله نوعيه من الوجيد وصار يجيب في اجوال. بنزيما اللاعب اللي في الظل، يعني موسم مضى قريب 24 جول، رقم. صح. ممتاز، ما حققش مع الريال من اول ما جاء، لكن زي ما تعرف انت في زحمه الكآبة بنزيما ضاع في الطريقة دي تحديدا. المفاجأة السارة الأخرى أن ريال مدريد استفاد من لاعبين صغار في السن، لما تكلم يعني لاعب زي فينيسيوس صغير في السن وممكن مع مدرب زي زيدان يهتم بنفسية اللاعبين وقريب من اللاعبين ويشتغل على تطوير اللاعبين، شوفوا نجم كبير وعالمي. وأنت تعرف أن ريال مدريد حاليا راصد قريب 400 مليون للميركاتو، وحنشوفوا ممكن هازارد، امبابي. فأعتقد أن عودة ريال مدريد للقمة مسألة وقت فقط، يعني هي أكيد مسألة وقت لأنه قمة. وصرح كيما ريال مدريد مستحيل يقعد هكا يعني موسمين على التوالي، هو هذا الموسم الكارثي ما شفناش من 20 سنة لريال مدريد. لكن اختيار زيدان انه يجي في الوقت هذايا مهند ربما كان ماهوش اختيار موفق، ماهوش اختيار موفق، كان ممكن الاتفاق معه خلف الكواليس وهو يكون مقرب من النادي بمتابعته للاخبار ومتابعته للتقارير اليوميه اللي توصل عن طريق اداري الفريق، لان كره القدم اصبحت لعبه ارقام، وزيدان سجلت عليه انه هو في نص الموسم محسوبات عليه خسائر كبيره قدام بيتيس وغيرها الاخيره قدام بيتيس انحسبت عليه هو في تاريخ الرياضي. صح، واصلا هو عمل تصريح قال انا اتحمل مسؤوليه. مزبوط. صح. فيعني انا نشوف ان زيدان ممكن قدر يتغلب على المسؤوليه دي، لكن كان يقدر زيدان انه هو ما يقبلش المهمه في التوقيت الصعب تحديدا. سونيا، قصه نجاح. قصة
نجاح ومهيش قصة كأي قصة، ماهوش لاعب كأي لاعب، هو كريستيانو رونالدو قصة نجاحه المدوية بدا من الصفر في عائلة متواضعة جدا، أب بستاني وأم طباخة، أب مدمن على الكحول يتوفى جراء الإدمان لأنه تضررت كليته ويتوفى، و يعني يعيش كريستيانو رونالدو مأساة داخل عائلته، يمشي للسبورتينغ لشبونة ثم يتدرج من سبورتينغ لشبونة يمشي للمانشستر يونايتد، أو ربما في الأثناء معناها دوريات أخرى لعب فيها، لكن نقلة نوعية بتاعه كانت في مانشستر يونايتد لما السير أليكس فيرغسون أعجب به ووعطاه. هذه هي النقطة اللي أنت أشرتي لها، أهم نقطة. من المهم أن أي إنسان في الحياة يكون فيه شخص يعني له دور كبير في حياته في إضافة نقلة كبيرة. هذا اللي صارت مع فيرغسون اللي انتزع رونالدو من سبورتينغ لشبونة وعطاه الرقم 7 في توقيت رونالدو. الروايات تقول كان يبي رقم 28 ورقم التاريخي في سبورتينغ لشبونة، وانت عارفة مالية مانشستر رقم 7 على شاب عمره 19-20 سنة قبلها لابسين كانتونا وديفيد بيكام ثقيلة، يعني حمل ثقيل، لكن فيرغسون آمن به. فأعتقد أن رونالدو محظوظ بوجود شخصية زي فيرغسون في بداية مشواره، اللي هو ممكن وقف معاه واحتواه، وفي زحمة نجوم مانشستر يونايتد أعطاه الفرصة بطريقة مقننة وذكية. ولمس فيه الموهبة. الموهبة يعني سير أليكس فيرغسون يعني من أحسن المدربين، من أكفأ المدربين في العالم، يعني كان عنده عين إنه شاف الموهبة الاستثنائية في كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو اللي كان ممكن مفروض يمشي لأرسنال في مرحلة معينة، وأرسن فينجر كان مقرب منه وتابعه، بعدين اختفى فيرغسون ومنها انطلقت نجوميته مع مانشستر يونايتد وانطلقت نجوميته مع ريال مدريد. التفات انتباهي سونيا في تصريح دار رونالدو الفترة اللي فاتت، يوضح لك عقلية اللاعب المحترف الناضج ويستاهل اللي هو فيه. قالوا له، قال لما انا يعني في اخر 3 سنين في الكوره ما عادش قعدت نهتم بالمراوغه، احنا نعرفوا ان رونالدو زمان ياخذ في اي لعيب جهه الركنيه باش يخلي الجمهور يتفرج على المراوغات. قال لما انا قعدت تركيزي كله كيف نخش نسجل فقط، بس فانا موضوع المراوغه ما عادش قاعد يستهوي فيا. فبدليل حتى جائزه التتويج بلقب احسن لاعب في الدوري الايطالي، رونالدو ضعيف في نسبه المراوغات، لكن لما تجي تشوف الاهداف هو ثاني هداف في الدوري الايطالي. فرونالدو انا نشبه فيه ان اي فريق يلعب معاه رونالدو هو خاش المباراه فايز 1-0. صح، يعني رونالدو يجيب أهداف في الأوقات الحاسمة، يعني كأنه يقرر أنه يسجل، كأنه يقول باش نمشي نسجل فيسجل. يعني كريستيانو رونالدو موهبة تصفق عليه كريستيانو رونالدو طبعا 34 سنة، مهند ومازال باللياقة البدنية اللي هو فيها، مازال بالعطاء الغزير اللي هو عنده، بصراحة موهبة استثنائية جدا. 124 جول في تاريخ دوري الأبطال، ومازال عنده موسمين 3 على الأقل، أعتقد أنه حيكون مدة 15 سنة هداف دوري الأبطال بدون منازع. يعني نمشي للسوشيال ميديا مهند، كنت أقرأنا شوية تعليقات. في نور القمر قالت محمد صلاح أعشق البرشا، قال محمد صلاح. رهف فوفا قالت حاليا محمد صلاح وفي السابق كان طارق التايب. سدين الورفلي قالت محمد صلاح. محمد بوفازعة، من وجهة نظري الشخصية رياض محرز أفضل لاعب عربي ويعد لاعبا مثاليا بكل المقاييس، كما يتمتع بموهبة فريدة في التهديف وساهم مع فريق السيتي في حصد البطولات. تحياتي واحترامي صديقي مولد نجم، نشكرك أخونا محمد. ورياض محرز لعيب أمانة مجتهد، لكن السنة دي ممكن ما ساهمش في إنجازات مانشستر سيتي بصورة كبيرة يعني، لكن يحسب له في تاريخه أنه توج بثلاثية محلية. صحيح. شو رأيك تقرينا أنت، عندك تعليقات ولا مازال؟ عندي تعليقات بصراحة، هي نفسها تقريبا محمد كلها. صلاح. محمد صلاح بدون منازع، هذا تامر لاغا، عبد السلام فتحي محمد صلاح أيضا، سليمان. ربما المفرح في هذا الكل أنه إحنا نقرأ لكم تعليقاتكم وقولوا أساميكم على 218 ونشكركم بطريقة مباشرة على تفاعلكم معنا. لولي، محمد صلاح أكيد أفضل لاعب عربي، منورين شباب، عايشك يا لولي. عبدو العباني قال محمد ترهونة لعب أهلي طرابلس. محمد ترهوني، ترهوني ونجولة تحية حتى كل اللاعبين، نجولهم تحية. ستيلا للأحذية أكيدا علي، مش عارفة أنا هي تقصد أنا ومين علي. عبدو الترابلسي طرق التيب. زيدان ماضي قال حكيم زياش. حكيم زياش طبعا لا أحد ينكر موهبته، حكيم زياش، رحمة رحمة محمد صلاح أكيد من كل النواحي. رياض محرز إلا إذا أحرز صلاح رابطة الأبطال، هذا تعليق أبو عبد الله الهلي. احنا طبعا وقتنا وصلنا ختام سهرية واكتساح محمد صلاح، واعتقد انه منطقي
مهمت. صراحة محمد صلاح نموذج للشاب العربي بشكل عام، الناجح رياضيا وناجح أخلاقيا، يستحق بدون منازع يعني باختصار يعني. صح، حتى يعني تصريحاته متوازنة عبر السوشيال ميديا، ما يردش إلا في الملعب، وهذه اللي تعجبني في أي لاعب أنا. لكن لعيب اللي مثلا زي ماريو بالوتيلي اللي رسمه لا يرد على انستغرام ولا على التصريحات، كيف موهوب أنت لو اشتغلت على نفسك في الملعب كان ممكن تكون مش ماريو بالوتيلي يعني. كهو بيكي يعني يردوا معناها يعني يعني صلاح يعتبر نموذج كويس مقارنة باللاعبين الثانيين، ميسي مثلا حتى هو كريستيانو مثلا. صلاح من طينة اللاعبين هذوما اللي تفكيرهم كله في الملعب وفي الرد في الملعب بس. بس رد مرة بطريقة اليوغا ذيك الرسالة السلام والتصالح مع الذات عجبتني برشا بصراحة، رد راقي وراقي جدا. وصلنا لختام حلقتنا سونيا، وصلنا لختام حلقة سهرية سبورت، بكرة في نفس الوقت تابعونا.